يجتمع نبيل وأقرانه شباب جمعيات خيرية من ولايات عدة. نبدأ لقب بشومان هنا كما سبيطار البليدة بومرداس والعاصمة، يضعوا خطة عمل لخرجتهم الليلية التي تعنى بإطعام الأشخاص دون مأوى. تجهز الوجبات بعناية في أكياس بلاستيكية لتقدم لمستحقيها. خرجتها اليوم قمنا بها بالتنسيق مع جمعية الرفيق لتنشيط شباب ولاية بومرداس، بحيث وزعنا حوالي 80 وجبة للأشخاص دون مأوى، وهذه الوجبة متنوعة يعني. وانطلقت مسيرة الشباب. الرحلة تحتاج إلى تنقل، فالوصول إلى هذه الفئة ليس بالأمر الهين. ومادا بينا توصل لهم في وقتها، كاين حتى ما نلقاوش الناس هادو، صعوبة كبيرة باش توصل لهم يعني. والبركة في الشباب هادو اللي راه معانا متطوعين، كل واحد خلى خدمته خلى شغله، وراي بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. حمزة لم تمنحه إصابته من مشاركة الشباب في خرجتهم التي دأبوا عليها. كولفنا في المجال الخيري هذا ما قدرناش باش نريحوا في الدار، ما قدرتش انا باش نشوف صحابي هكذا كامل يخرجوا هكذا في مبادره كما هذه وانا نريح في الدار، فكلاني قلبي لازم نخرج معاهم. هي سواعد شباب وجدت في خدمه الاشخاص دون مأوى سبيلا للاستثمار في الاجر والثواب.